السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. معكم صفاء من قناه صفاء بيوتي. صراحه جيت اليوم نشكر بزاف البنات اللي خلاو لي تعاليق زوينه 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 بزاف في الفيديو الاخير. صراحه كنقول لكم شكرا البنات بزاف بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. صراحه راه بيكم باش غادي نزيد لقدام. شكرا لكم البنات، شكرا لكم بزاف اخوتي كاملين الناس اللي علقوا، شكرا لكم بزاف. صراحة ما كرهت تابونوا عندي، تخليوا لي لايك صراحة باش نزيد القدام ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين اليوم اخوتي، زيت جبت لكم واحد الزيت صراحة اللي نفخ الخدود صراحة، اللي هو واعر 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 بزاف البنات. صراحة جربوه بزاف ديال البنات صراحة، كيعطي واحد النتيجة اللي هي واعرة صراحة. زيوت طبيعية 100%، هو زيت ولكن فيه بزاف ديال الزيوت اللي غادي ينفعوكم بزاف وغادي يعطيكم واحد النتيجه في اقرب وقت صراحه، ممكن تكون 15 يوم حتى لشهر غادي تعطيكم النتيجه المرضيه صراحه. واحد البنت صراحه ما نقدرش نقول الاسم ديالها صراحه، كتقضى عندي في المحل ديالي قسما بالله البنات، قسما بالله الا في ظرف يومين داتو فاش عطيتو لها، انا عطيتو لها على حساب هو مغذي حيت فيه فيتامين او، وسميتو انا فاش هي قالت لي راه في تجاعيد في وجهي وهذه، وعطيتو لها زعما على اساس الزيوت باش تمصي به وجهها. وسميتو فاش داتو انا في الاول قلت لها هو راه كاين يعني كينفخ الخدود، هو راه اصلا دوك الزيوت فيهم فيتامينات اللي كيخليو الخدود ديالك يتنفخوا للمناطق اللي كتبغيهم زعما الصراحه يغلاضوا. فاش داتو قلت لكم البنات اقسم بالله العظيم الا يومين جات عندي قالت لي راني حبست، وقالت لي راه عرفتي، قالت لي راه حناكي، قالت لي راه تنفخوا، قالت لي ما قدرتش، قالت لي اصلا قالت لي عندي الحناك ما بغيتهمش يزيدوا يتنفخوا. فهاد الزيت كنوريه للبنات اللي صراحه اللي كيعانيوا من ما عندهمش الحنيكات هكا صراحه، وحنا البنات راكم عارفين كنبغيو صراحه الوجه ديالنا يكون عامر وهادياتي كاين البنات، المهم كاملين بالهوا سوا. المهم البنات من بعد التجارب ديالنا وديال البنات كاملين صراحه جبت لكم هاد الزيت هذا اللي غادي يعجبكم بزاف 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 البنات. ها هو هذا البنات، بزاف البنات كيديروه في الماسكات. ها هو البنات صراحه زوين زوين بزاف. انا غادي نحط لكم الصوره ديالو في المينياتير باش يبان لكم، باش يبان لكم زعما تكون الصوره واضحه. المهم هذا هو البنات، ها هو البنات صراحه زوين 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 بزاف البنات، راه فيه بزاف بزاف ديال الزيوت ها هما. المهم انا غادي نحط لكم في المينياتور، غادي نحط لكم الصوره ديالو من هذه الجهه ومن هذه الجهه باش تشوفوا اشنو هما الزيوت كاملين اللي فيه. فالصراحه البنات والله العظيم الا غادي يعجبكم، وصراحه غادي ندوز دابا الطريقه ديال الاستعمال ديالو بحالاش. الطريقه الاستعمال ديالو البنات، كل ليله تبغي تنعسي تغسلي وجهك كما كنقول لكم ديما البنات، الوجه يكون نقي هادشي اللي كاين البنات، وغادي تدوزوا لسميتو المساج. صراحه كيبغي هاد الزيت خصو يدخل في الوجه ديالنا من سميتو عبر المسام. المساج البنات راكم عارفين ان شاء الله شي نهار غادي نكون ان شاء الله في الدار ونكون في الليل ونوريكم ان شاء الله يا ربي الطريقه ديال المساج بحالاش كنمصي الوجه ديالي ان شاء الله بهذا الزيت هذا النيت ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للمساج راكم عارفين البنات، ديروا القطعه هنا القطعه هنا، المهم القطعه كلها في بلاصه في الوجه ديالكم، وغادي تمصيو الوجه ديالكم بهذه الطريقه هذه البنات بحال هكا راكم عارفين. المهم كتمصيو من تحت للفوق، وهاد البلاصه كتمصيو بحال هكا عاوتاني من تحت للفوق. اولا كتحيدي التجاعيد، ثاني حاجه البنات كتنفخوا الخدود ديالكم حاجه وحده ما ديروهش الانف ديالكم، حيت بزاف البنات كانوا تيديروه الانف ديالهم وقالوا لي حتى الانف بدا يغلاض. البنات اللي ما كيبغوش الانف ديالهم يغلاض لهم ما ديروش الانف، يعني حاولوا ديروه غير في البلاصه اللي كتبغيوها تنفخ، بما في ذلك الشفتين حتى هما دهنوهم حتى هما وديروا لهم مساج بدوك اللعيبات اللي ولاو دابا اللي كيجبدوا بهم الوجه. شنو انا نشاركهم معكم ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين، كاينه صغيره اللي كيديروا بها الفم ديالهم، وكاينه ديال الوجه ان شاء الله يا ربي. اكيد 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 غادي نشارككم معكم ان شاء الله، وغنشارك معكم ان شاء الله شي روتين ليلي ديالي ان شاء الله بحالاش كنعتني بالوجه ديالي ان شاء الله. هي البنات هادشي اللي كاين. المهم البنات مره اخرى غادي نعاود نوريكم هذا الفيتامين هذا اللي واعر واعر بزاف، والنتيجه البنات راني قلت لكم راه النتيجه راه ولا اروع صراحه، راه واعره واعره النتيجه ديالو. راه اللي بغات تنفخ الخدود ديالها او لا مناطق يعني حتى في الجسم ديالنا بغيتو تغلاضوا من شي مناطق هكا في الجسم ديالكم، ما عليكم غير ديروا هاد الزيوت هادو مع ماسك، يعني
ان شاء الله اكيد غادي ندير لكم ماسكات اللي كيدار معاهم هذا الزيت هذا ان شاء الله يا ربي. يعني مثلا يعني المناطق الانثويه اللي زعما صراحه زوينين الماسكات اللي كيدير فيهم الزيت يعطيو واحد النتيجه اللي هي زوينه زوينه بزاف. هذا الشيء اللي كاين ما تنساوش اخوتي صراحه لي لايك ما نكرهش تشجعوني وبلي لايك ديالكم وتابونوا في القناه ديالي وشكرا لكم بزاف. بالسلامه عليكم.